لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث حول الأمثال في القرآن، ومع مثال جديد من أمثلة القرآن الكريم. ومثال اليوم جاء في سورة الفتح، وهو قول الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا مثال في هذه الآيات ضربه الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أي ضربه الله سبحانه وتعالى مثالا على حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه. ما هو مثال النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومثال أصحابه معه؟ أو ما هو مثال حال محمد صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وأصحابه معه؟ ما هو مثالهم؟ ضرب الله عز وجل لهم هذا المثال: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه. والذين معه هم أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. وواو العطف هنا تدل على الثناء للثناء على الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم لما عطفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان هذا إشارة إلى علو مكانتهم ودرجتهم، فإنه جاء بهم بعد محمد صلى الله عليه وسلم، قال: محمد رسول الله والذين معه، ثم يأتي سياق الكلام بعد ذلك، أي أن هؤلاء هم من سيتعلق بهم الكلام بعد ذلك، فجعلهم في مكانة قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أشداء على الكفار أي أشداء على الكفار المحاربين، وإلا فإنه إذا كان بيننا وبين الكافرين عهد أو ميثاق فلا يحل لنا الشدة والحرب عليهم، أما إذا كانوا معادين ومعلنين للحرب غير منصاعين لما جاء به الإسلام فالمؤمنون أشداء عليهم. فأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أشداء على الكفار، شدة وغلظة شديدة على الكفار. ثم قال تعالى: أشداء على الكفار رحماء بينهم.
رحماء بينهم، أي إذا كانوا فيما بينهم كانوا أرحم الناس ببعضهم البعض، فهم مع شدتهم الشديدة على الكفار فهم فيما بينهم رحماء، فيهم اللين وفيهم الذلة والانكسار لبعضهم البعض. قال تعالى رحماء بينهم. ثم ضرب الله عز وجل مثالهم في التوراة، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. قال الله عز وجل تراهم أيها الناظر، إذا نظرت إلى محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إذا نظرت إليهم أيها الناظر رأيتهم على هذا الحال، رأيتهم بين ركوع وسجود وعمل لله عز وجل، فكل أعمالهم رضوان الله عليهم من بعد نبيهم كلها تدور حول ذلك. ولك أن تتأمل هذا الوصف كذلك، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، فزكاهم الله عز وجل بالأعمال وزكاهم الله عز وجل بالإخلاص، ركعا سجدا، وهذه أجل الأعمال الصلاة، يبتغون فضلا من الله ورضوانه، يعني هم في ذلك وفي أعمالهم لا يريدون إلا الله، يبتغون فضلا من الله ورضوانه، يطلبون من الله أن يتفضل عليهم بالمغفرة والثواب الكريم وأن يرضى عنهم، هذا هو مرادهم، هذا مراد أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، يصلون ويركعون ويسجدون ويخلصون ويطلبون من الله أن يرضى عنهم وأن يغفر لهم، هذا هو حال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم المذكور أين؟ في التوراة، المذكور في التوراة. قال الله عز وجل كذلك في وصفهم سيماهم في وجوههم من أثر السجود، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، أي لهم من العلامة والسمت ما يدل على كثرة عبادتهم لله عز وجل وكثرة صلاتهم وعباداتهم وسجودهم لربهم سبحانه وتعالى، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وبعض الناس ربما يظن كما قال بعض السلف، مجاهد رحمه الله تعالى قال كنت أظن أن سيماهم في وجوههم أثر السجود في الجبهة، قال كنت أظن سيماهم في وجوههم أثر السجود في الجبهة، فعلمت بعد ذلك غير ذلك، وأنه ربما يكون هذا الأثر لمن هو أقسى قلبا من فرعون والعياذ بالله، يعني بعض الناس ربما عنده أثر هنا في جبهته من الصلاة لكنه أقسى قلبا من الفرعون والعياذ بالله، لا تؤثر فيه هذه الصلاة. ولذلك سيماهم في وجوههم ليس المقصود بها أثر السجود في الجلد في الجبهة كما هو مظنون عند كثير من الناس، إنما المراد منه السمت، أي عندما تنظر إليهم ترى آثار الطاعة على وجوههم، عندما تنظر إلى وجوههم ترى فيها آثار طاعتهم لربهم سبحانه وتعالى من النور والبهاء والخشوع والتواضع ونحو ذلك. وهذا كلام السلف رضوان الله عليهم. قال ابن عباس رضي الله عنهم في قوله تعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود، قال السمت الحسن، السمت الحسن، وجوههم كذا لها سمت حسن، ترتاح عندما تنظر إلى وجوههم. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا أكثرهم يعني ناس من تربوا في الصحراء في البادية، يعني أكثر من يذكرك بالصحابة
يعني بالتقريب بس الصورة يعني، وليس طبعا مطابقة الحال يعني في الهيئة والمنظر، أكثر من يعني كان يشبه الصحابة الصعيدة. يعني عندنا في بلادنا هنا مثلا الصعيدة مثلا أكثر من كان يشبه الصحابة. ليه؟ لأنه الصحابة كانوا عايشين في البوادي، وكان أكثرهم يعني نحاف الأجساد، كان قليل في الصحابة اللي هو بدين، قليل جدا، كانوا قليل الأجساد، أكثرهم كذلك بشرتهم تميل إلى السمرة ونحو ذلك والنحافة ونحو ذلك. لكن إذا نظرت إلى وجوههم تجد النور في وجوههم، وتجد الخشوع والتواضع أثره على هذه الوجوه ظاهر. ولذلك هذا أثر الطاعة، سيماهم في وجوههم. وكل من كثرت طاعته لربه سبحانه وتعالى ظهر أثر الطاعة على وجهه أول ما يظهر، أول ما يظهر. ولذلك الرجل الذي الأعرابي الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق في الهجرة، فقال له: أنت الذي يزعمون أنك كذاب، أنت الذي يزعمون أنك كذاب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، أنا الذي يزعمون أنه كذاب. فقال: والله وجهك ليس بوجه كذاب، وجهك ليس بوجه كذاب، الوجه ذا عليه نور، ليس وجه كذاب. ولذلك الطاعة لها أثر، الطاعة لها نور في الوجه، سبحان الله العظيم. انظروا إلى إخوانك من حولك في الاعتكاف ونحو ذلك، وتجد أثار النور في الوجوه. والله أنا أرى هذا في كثير من الإخوة، أثر النور في الوجوه ظاهر عليهم من كثرة العبادة وكثرة الطاعة والإقبال على الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أثار النور في وجوههم على الدوام، لدوام طاعتهم، لدوام طاعتهم لله تعالى. قال ابن عباس في قوله تعالى: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، قال: السمت الحسن. وقال مجاهد وغير واحد من السلف: سيماهم في وجوههم الخشوع والتواضع، الخشوع والتواضع. تجد الوجوه فيها خشوع لله سبحانه وتعالى، فيها تواضع لله سبحانه وتعالى. وقال بعض السلف: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه، من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه، سيما الوجه تظهر بعد ذلك نتيجة كثرة القيام بالليل، الوجه يظهر عليه جمال ونور، بغض النظر عن كون الوجه ملامح يعني الوسامة ونحو ذلك أبدا. قد يكون من أجمل الناس يعني صورة، لكن إذا نظرت إليه والعياذ بالله وهو على معصية الله، فإنك ترى سواد وجهه والعياذ بالله، وأثر المعصية في وجهه والعياذ بالله. انظر إلى الكفار والعياذ بالله، أكثر الكفار لهم صورة جميلة، لكن انظر في وجوههم تجد أثر المعاصي. والله يا أخوانا نسأل الله العفو والعافية، من أكثر ما الواحد يتأذى بالنظر إليهم جدا الممثلين والعياذ بالله، هؤلاء والعياذ بالله. إذا وقع نظر الواحد على ربما صورة ولا جيف نشرة أخبار ولا في خبر ولا في جرنان ولا، نعوذ بالله من ذلك، فكيف بالكافرين؟ يعني انظر إلى يعني الذين يفسدون قلوب المسلمين، أثر المعاصي على وجوههم والعياذ بالله. لذلك الواحد والله بيحزن جدا لما تجد في بعض ما يسمونها مسلسلات دينية، يوم يجيبوا واحد من الناس دول يتقمص شخصية البخاري، الإمام أحمد، الإمام أحمد، إيه الوجوه والعياذ بالله اللي عليها غضب ربنا دي والعياذ بالله؟ أين هذه الوجوه من وجوه هذه هؤلاء الأئمة الذين كانت وجوههم تشع نورا؟ فكيف بوجوه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم؟ فكيف بوجه محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال بعض السلف: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه. أنا من الحاجات اللي بس مش بذكرها بالتفصيل، إنه هذا القول لبعض السلف بعضهم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مروي بأسانيد مرفوعة يعني،
لكن طبعا أسانيد غير صحيح. كان بسبب ماذا العبارة دي؟ إن بعضهم أدخلها أو رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كان أحد العلماء يحدث، أنا لا أذكر بس التفصيل الحديث، كان أحد المحدثين يحدث بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم على الطلبة ويمليهم، بيتملوا عليه. ففي أثناء الحديث هو يروي الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا ونحو ذلك، دخل من باب المسجد أحد طلبة العلم الذين يحبهم هذا المحدث، فلما رآه قد دخل من باب المسجد وكان عليه أثر الطاعة، فقال، يقصد يعني، من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه. ثم عاد يكمل الإيش؟ الحديث. فأدرجه من أدرجه داخل الإيش؟ داخل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم إن للحسنة نورا في القلب، إن للحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الناس. الطاعة لها آثار جميلة للإنسان، سيماهم في وجوههم، تجعل ضياء في نور في وجه الإنسان، وتجعل له آثار أخرى، نور في الوجه، تجعل له سعة في الرزق، تجعل له محبة في القلوب. قال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. هذا مثلهم في التوراة، الكتاب المنزل على نبي الله موسى عليه السلام، هذه صفتهم المذكورة في التوراة، وهذا فيه دليل على ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في التوراة. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. أما مثلهم في الإنجيل، الكتاب المنزل على نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام، فهو أنهم في تعاونهم وفي نصرتهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم، وفي تعاونهم عموما النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليه، في تعاونهم وفي تكاملهم وفي قوتهم وفي موالاتهم لبعضهم، كهذا المثال، وهو كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. الزرع يا أخوانا يختلف عن النخل والشجر ونحو ذلك. الزرع معروف أن كل أنواع الزرع معروفة، أول ما يخرج من الأرض الزرع بيبقى أول الزرع دايما إيه؟ بذرة. أول الزرع بذرة، غير النخل. النخل بيبقى أوله إيه؟ غرز. غرز بتحط أنت جزء نخلة كده غرز. أول الزرع بيبقى بذرة، هذه البذرة بتروح طالعة الأول، تطلع كده واحدة الأول مش كده؟ بعد شوية الواحدة دي بتبتدي حواليها يحصل إيه؟ يبقى حواليها كده تلاقي بيطلع صغير 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 مش كده؟ الزرع الزرع، الإخوة الفلاحين خصوصا يستوعبوا هذا المثال العظيم جدا في التعبير. بتطلع أول واحدة وبعدين حواليها بقى، من حواليها من جنبها كده حواليها بقى يبتدي يطلع الإيه؟ صغير صغير صغير، وهي كل ما تكبر كل ما اللي حواليها بيعملوا ايه؟ بيكبروا، تكبر هي اللي حواليها يكبروا، تكبر اللي حواليها يكبروا. اللي حواليها دول هم تأييد ليها وتقوية، لأن هي في الأرض لوحدها لو طلعت ممكن تموت. اللي حواليها دول بيبقوا عبارة عن ايه؟ تقوية ليها. الزرعة دي لازم يبقى حواليها حماية تحميها. الحماية دي طول ما هي بتكبر هي بتكبر معاها، طول ما بتكبر تكبر معاها،
وبعدين يصل الحال إلى أن الزرع يبقى بعد كده إيه؟ كبير وعالي، ويبقى كبير جدا، والناس ينظروا ليه بقى الزرع في المزارع ونحو ذلك، زرع عالي جدا وكله بقى في مستويات مختلفة لكن كتير، وصار بعد ما كان أول حاجة كانت إيه؟ واحدة، وبعدين ممكن بدأت بعد الواحدة مثلا خمسة، وبعدين خمسة بقوا عشرة حواليها، والعشرة بقوا عشرين، وبقوا أربعين، بقوا مية، لغاية ما يصل في وقت من الأوقات إلى مئات آلاف. هكذا مثل النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومثل أصحابه في الإنجيل، مثل هذا المثل، إن الزرعة أول ما بتبدأ واحدة، وبعدين يبتدي يجتمع حواليها بعض الزرع الصغير، بعدين يزيد، وهو كل ما يزيد بيقوى، وكل ما يزيد يقوى. هكذا بدأ الإسلام، أول ما بدأ جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحده، فدعا الناس إلى الله سبحانه وتعالى، فكان أصحابه هم هذا الشطأ. الشطأ يعني الأفراخ اللي هي الزرع الصغير، يعني زرع الصغير، الشطأ حوله أفراخ الزرع، فكان أصحابه هم أفراخ الزرع هذا. وكان كلما صلى الله عليه وسلم انتشرت دعوته وقويت كذلك الأفراخ، وكذلك كلما قويت الأفراخ زادت أعدادها، كذلك الإسلام بدأ هكذا ثم انتشر وقوي، وصار بعدما كانوا قلة صاروا كثرة، ينظر الناس إليهم فيعجبون بهم. العرب في أول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا محتقرين دعوته، لكن بعدما استوى الزرع على سوقه وفتحت مكة والجزيرة، صار العرب جميعا ينظرون إلى المسلمين نظرة إعجاب، بل صار العالم كله ينظر إلى المسلمين نظرة إعجاب. هؤلاء في نحو 20 سنة ملكوا الجزيرة وحولوها من جاهلية جهلاء إلى نور وهداية، وفي نحو 15 قرن ملكوا العالم وحولوا العالم من جاهلية ظلماء إلى نور وعلم وهدى. ولذلك من نظر إليهم، من قرأ تاريخهم، من علم حياتهم يعجب بذلك، يعجب بالصحابة الذين وقفوا خلف نبيهم وحول نبيهم صلى الله عليه وسلم، وانتشر الدين هذا بهذه الطريقة. هذا مثلهم في الإنجيل، ذكره الله تعالى قبل أن ينزل القرآن، قال: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره، الشطأ ده بيعمل إيه؟ فآزره يعني أعانه وقواه، فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، يعني كل ماذا يقوى، بعد ما الزرعة كانت بتبقى ضعيفة بتقوى، كل ما تقوى، فاستوى سوقي صار قوي لوحده، يقف كده مش محتاج الشطأ. أي زرعة في البداية بتبقى محتاجة شطأ حواليها، بعد شوية هي بتبقى زرعة لوحدها، وغيرها بقى هو اللي يحتاج الشطأ، وهكذا. هكذا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: يعجب الزراع، أي مثلهم هذا وحالهم هذا يعجب الزراع قوته وكماله، يعجب الزراع قوته وكماله. سبحان الله العظيم، إن الزراع ذكرهم الله تعالى دون الناس. وحاول كده تتأمل كده في القرآن، يعني لماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى يعجب الناس، قال يعجب الزراع، ما قال يعجب الناس؟ الله يفتح عليك، عشان الزراع أخبر الناس بالإيش؟ بالزراعة وبالزرع وعيوب الزرع، فإذا أعجبوا بهذا الزرع دل على سلامة هذا الزرع من إيه؟ من كل آفة وشائبة. ولذلك الإمام الألوسي يقول في تفسيره: يعجب الزراع بقوته وكثافته وغلظه وحسن منظره
وخصهم الله تعالى بالذكر يعني الزراع، لأنه إذا أعجب الزراع وهم يعرفون عيوب الزرع فهو أحرى أن يعجب غيرهم. ما هو لو عجب الزراع يبقى اللي ما بيفهموش في الزرع هيعجبهم بلا شك. مش انت ساعات لما تيجي تنظر لحاجة كده وتقول دي جميلة جدا، يجي لك واحد خبير في هذا الشيء يقول لك ايه؟ لا لا لا، مش زي ما انت متصور، لانه خبير في هذا الشيء. فاذا اعجب الزراع خلاص يعجب كل من كان بعدهم، لانهم هم اهل العلم والخبرة في ذلك. ولذلك هذا المثال العظيم ضربه الله سبحانه وتعالى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. فوجه التشبيه هنا في هذا المثال أن الله تعالى جعل حال التعبد، حال المتعبدين المخلصين في التوراة هو مثال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل الزرع الذي حوله الأفراخ من حوله فيتقوى بهم ويتقوون به مثل النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. أما الأخبار المتعلقة بالمثال فهي كثيرة جدا، لكن نأخذ منها يعني على سبيل المثال بعض المواضع. قال الله تبارك وتعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذا هو المقصود به أيضا الصحابة رضي الله عنهم، وأن من لم يؤمن من الناس فسيجعل الله عز وجل من الناس من هو صاحب هذه الأوصاف التي من أبرزها أنهم يحبهم الله ويحبون الله، ومن أبرزها أنهم أذلة على المؤمنين كما قال تعالى في المثال الذي بين أيدينا رحماء بينهم. قال أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين كما قال الله تعالى في المثال أشداء على الكفار. وقال الله تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة وليجدوا فيكم غلظة. هذه الغلظة مصروفة لمن؟ للكفار المحاربين. هذه الغلظة مصروفة من المؤمنين إلى الكفار المحاربين، أما إخوانهم من المؤمنين فإنها ممنوعة عنهم، ممنوعة عنهم أي الغلظة. لماذا؟ لأنهم كما قال الله في المثال رحماء بينهم. وقال الله تبارك وتعالى أيضا في مثل المؤمنين: والذين أعظمهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قال: مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. سبحان الله، احنا إن شاء الله لو رزقنا الله عز وجل الأجل إن شاء الله في العام القادم سيكون درس العصر إن شاء الله الأمثال في السنة إن شاء الله تعالى، وهذا يعني نسأل الله التيسير يعني إن شاء الله نعد قبلها إن شاء الله بإذن الله. ويعني وإلا هو يعني أنا لم أقف على يعني شيء من ذلك، لكن لعلنا إن شاء الله في العام القادم يكون هذا درسنا في العصر كما كان درسنا في هذا يعني العام الأمثال في القرآن، يكون الأمثال في السنة. فهذا مثل من أمثلة السنة ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين، مثلهم كمثل الجسد. جسد، انظر لجسدك أنت، عبارة عن أعضاء، يد ورجل وعين وكذا، كذلك المؤمنون هم أعضاء هذا الجسد. إذا اشتكى منه عضو، إذا كان في أي عضو من الأعضاء بيشتكي، الجسد السليم ماذا يفعل؟ يتداعى له بالسهر والحمى. في حتة من جسمك هتنام وانت عيان يعني وانت بتتألم، لا محدش هينام، كل الجسم كله طول ما في ألم كل الجسم كله بيتألم، هذه طبيعة الجسم الواحد. وكذلك المؤمنون هم كالجسد الواحد،
يتألم الواحد لألم أخيه ويفرح لفرح أخيه، ولذلك هم كالجسد الواحد، كما ضرب الله المثال بأصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال: يعجب الزراع، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. البنيان المرصوص، تعرفين حضراتكم لو كشفنا البتاع اللي هو الطبقة اللي بيسموها المحارة، شلناها من على الحيطة دلوقتي، الحيطة عبارة عن ماذا؟ الجدار عبارة عن ماذا؟ طوب محطوط مرصوص فوق بعضه، هذا كله يشد بعضه بعضا. هي في طوبة تنفع تبقى جدار؟ فيش طوبة واحدة تنفع تبقى جدار. ولولا تكاتف هذه الأحجار واللبنات ببعضها ما صار هذا إيش؟ جدار، فلا يصلح. طيب كل طوبة ينفع لوحدها تبقى جدار؟ لا يصلح أن يكون جدار، لا بد أن تجتمع هذه الأحجار كلها، وماذا تفعل؟ تتراص ويشد بعضها بعضا حتى تصير جدارا قويا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر المثال في الإنجيل، قال: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ بهم الكفار. فانتقل الكلام هنا في المثال إلى الكلام الحقيقي وليس التشبيه، وليس التشبيه. قال: ليغيظ بهم الكفار. وبعض العلماء يقولون: لا، هو لسه لا يزال على التشبيه، والكفار هم الزراع، لكن التفسير الأول أظهر. قال: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، لأنه لما ذكر الزراع ثم ذكر الكفار دل على التباين، وأنه لو كان يريد هؤلاء وهؤلاء الصنف الواحد لا ذكرهم بوصف واحد. قال: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، تحول إلى الكلام الحقيقي وليس الكلام التشبيهي. ليغيظ بهم الكفار، أي هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. من نظر إليهم من المؤمنين أعجبه ذلك، من نظر إليهم من المنصفين حتى ولو كان كافرا أعجبه ذلك وانضم إليهم، كما يحدث من كثير من الكفار عندما يقرؤون في سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما الكافر الذي والعياذ بالله انغلق قلبه فهذا يغيظه، يعني يغيظه الصحابة، يغيظه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عندما ينظر إليهم، عندما يذكرهم، عندما يقرأ عنهم، عندما يذكرون، يغيظه ذلك. يبقى متضايق جدا لما حد يتكلم عن الصحابة ويقول كلام حلو في حقهم، يبقى زعلان جدا، عايز يطعن في الصحابة وعايز يقدح فيهم، يغيظه هذا. ولذلك انتزع في الحقيقة الإمام مالك رحمه الله تعالى حكم كفر الرافضة من هذه الآية، وإن كان فيه تفصيل يعني ونظر، فانتزع مالك رحمه الله هذا الحكم من هذه الآية، وذلك أن الله عز وجل وصف من يغيظه الصحابة بالإيش؟ بالكفر، والرافضة يغيظهم الصحابة. إذا ذكر الصحابة يتغاظوا، ده مش بيتغاظوا بس، ده بيعملوا كمان يسبونهم ويشتمونهم، بل ويتعبدون لله بسبهم والعياذ بالله. ولذلك انتزع مالك رحمه الله هذا الحكم من هذه الآية. قال: من غاظه الصحابة فهو كافر. نعم. وقال مالك رحمه الله تعالى أيضا: بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة رضي الله عنهم الذين فتحوا الشام يقولون: والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا. إنصاف، الإنصاف أن خير الناس هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من الإساءة إليهم،
قال: لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفهم. فرضوان الله عليهم أجمعين، وصلوات الله وسلامه على رسولهم الكريم، ونسأل الله تعالى أن يلحقنا وإياكم بهم في جنات النعيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.